ديزل ب 61 ألف ريال مع الضريبة. جاك تي 8 2022 دفع خلفي. محرك ديزل 2000 سي سي 138 حصان تقريبا، أكيد توربو 4 سلندر. طبعا جير عادي من 6 سرعات ونظام الدفع فهو خلفي. جنوط مقاس 18 وإضاءات LED نهارية وشبكة كروم مع كشافات ضباب هيلوجين. السيارة فيها إشارات بالمراية، فيها بطاية جانبية، إضاءة LED خلفية وأربع حساسات خلفية. صرفيتها بالديزل بتقييم ممتاز 13.4 كيلو. وهذه السيارة من الداخل مقاعد قماش، فيها مثبت سرعة، فيها تحكم بالنظام الصوتي. وهذه السيارة من الخلف طبعا ضمانها 6 سنوات أو 150 ألف كيلو لدى الوكيل شركة العيسى، وكيل جاك بالمملكة.